في ميعاد نوم. طيب معانا مصطفى من القاهره، ازيك يا استاذ مصطفى، اخبارك ايه؟ ازيك كابتن كريم، عامل ايه؟ الحمد لله. ايوه كده مصطفى، في ايه انت معانا كده؟ ايوه كده يا مصطفى. ازاي حضرتك؟ انا كنت عايز اتكلم، بس اخش، انا اول مره اخش في مداخله في التليفون يعني في كوره بتاع. اهلا وسهلا. انا اهلاوي جدا اولا، وبسلم على الكابتن محمد صلاح وكابتن علاء مجنون. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا وسهلا مصطفى. كابتن، اهلا بحضرتك كابتن كريم. كابتن محمد صلاح بس كان في انترفيو قبل كده برضه اتكلم على محمد حمدي زكي، ويعني عامل فوكس على الحته دي ان كوبر واخده وما بيلعبش. كان في اول ما كوبر جه برضه اخد لعيبه من الزمالك، كان في فندرينت الزمالك الكوبر واخدهم، وكان طارق حامد ما بيلعبش، وكان عبد الله سعيد وحسام غالي مش متاخدين في المنتخب، واتاخد واحد تاني احتياطي في الزمالك، وكابتن محمد صلاح ما اتكلمش في النقطه دي. فالموضوع ده محمد زكي انا شايفه لعيب كويس جدا. حماده طلبة لما دخل المنتخب والناس كلها كانت معترضه، ما حدش طلع من الاهلي اعتراض ان حماده طلبة بيلعب منتخب مصر يعني. تحب كابتن محمد النقطه دي؟ لا، حد من احتياطي يا مصطفى كان اسمه يا فندم، كان حد احتياطي في الزمالك وتاخد المنتخب؟ لا، انا بتكلم على كابتن، على حماده طلبة ان تاخد يعني منتخب مصر، كانت حاجه، وان هو سنه كبير، وان هو ما كانش باك شمال، واتاخد منتخب مصر، وما حدش في الاهلي خرج يعني قال حماده طلبة تاخد منتخب او ما تاخدش منتخب، ما حد يعني فاهم حضرتك، ما حدش علق في النقطه دي. لا بس كان بيقيا مصطفى، وبرضه دلوقتي استاذ بيتكلم على شريف اكرامي، حضرتك برضه بتضحك على شريف اكرامي، شريف اكرامي برضه كسبان الزمالك كتير، والاهلي كسبان الزمالك كتير جدا جدا جدا. عم نتكلم في السوبر، حضرتك بتتكلم في السوبر دلوقتي، تاريخ السوبر بتهيألي 9 الاهلي والزمالك كسب مره وحضرتك هدول مره. بس عايز اقول لك حاجه، يعني انت عارف المشاهدين اللي بيخش الكلام كل واحد بيقول وجهه نظره، احنا بنتلقى وجهه النظر وبنسمع وبندي كل واحد فرصته. يعني كابتن محمد ما علقش على موضوع شريف اكرامي. لا بس انا شفته كان مايل برضه، اصل بص حضرتك برضه يعني الناس عقليات الناس، هو كان مايل على كابتن علاء ميهوب واتكلم في النقطه دي. لا كانوا بيتكلموا في حاجه ثانيه خالص على فكره، كانوا بيهزروا مع بعض على فكره، مالهاش علاقه بشكل خالص. خلينا بس مصطفى، خلينا بس في مصطفى. مصطفى سخنان يا مصطفى، اهدى يا مصطفى، احنا بنقول مش عايزين تعصب. الاهلي بصراحه انا ما يعني انا استغربت ان سنه واحده الدنيا اتقلبت كده، محسسني ان الاهلي يا جماعه بقى له 10 سنين كان بالنسبه لنا المساله عاديه جدا. ايوه مصطفى، قول يا كريم. ايوه انا كان انا عندي 34 سنه تمام، ويعني بتفرج على الاهلي، كانت الكوره لما تبقى في نادي الاستاد ولا حسين السيد كان برضه بتوجعني من القلق من الزمالك ومحمد صبري والايام دي. انا وصلت في ال 10 سنين اللي فاتوا انا بتفرج على ماتش اهلي وزمالك مطمن مطمن. فبص صباح الخير، اللي هو الاهلي كسبان كام يا جماعه؟ ايوه. فحسيت في سنه ان الدنيا اتقلبت خالص يا كريم. ما خلي بالك يا مصطفى، عايز اقول لك حاجه اتفضل يا حبيبي. يعني مش كل الناس زي بعض، الجماهير في جماهير زعلانه قوي دلوقتي، يعني انت حتى تلاقي جماهير النادي الاهلي نفسها زعلانه وراحت النادي الاهلي والدنيا مقلوبه، وفي ناس تبقى هاديه جدا تقول لك ايه اللي يعني الموضوع بسيط جدا، فاهمني مصطفى؟ ايوه مصطفى. أيوة معاك علاء. مصطفى انت متابعنا من اول حلقه؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله. انت متابعنا من اول حلقه؟ متابع حضرتك شويه، يمكن احنا حولت وجبت. طيب احنا كنا بنتكلم انا وكابتن صلاح وكريم من اول مباراه، واتكلمنا من اول حلقه واتكلمنا على حته النادي الاهلي، وانا اتكلمت وقلت ان الكلام تقوله ده بالظبط، قلت الاهلي كسب بطولات كتير، وكون نخسر بطوله او اتنين دي مش مشكله. لان الاهلي لا ده اكيد، ده الاهلي نادي بطولات زيه زي الزمالك، مفيش اي مشكله، ممكن تخسر بطوله واتنين، لكن حته ان انت بقى الموضوع يبقى عادي بالنسبه لك، ما اعتقدش ان في حد في النادي الاهلي خالص بيتمنى كده يا مصطفى. وزي ما بقول لك يا مصطفى، اديني فرصه اتكلم بس. وانا عارف ان انا اتقال ان شاء الله وقتيه ومش هتدوم مع النادي الاهلي. هي مش وقتيه يا مصطفى، هي مش وقتيه، هي بقول لك ممكن تحصل في كل انديه العالم ومتفقين على كده، لكن الانديه الكبيره والبطل دايما ممكن تحصلوا هزه، لكن في ثانيه وبسرعه يرجع تاني بطل، فما تقلقش. والمشكله ما فيش مشكله يا مصطفى خالص. ما بتقومش عليه الامه دي يا كابتن علاء، الدنيا كلها ما بتقومش عليه. لا لا، ما بص يا مصطفى، زي ما كريم مصطفى يا كابتن في السنه، اقول النقطه دي بس، انا لو بناخد في السنه خمس ست بطولات كان عادي جدا. الزمالك ربنا كرمه واخد الدوري، وانا معترف ان الزمالك السنه دي كويس اخد الدوري، انا حسيت ان الدنيا كلها اتقلبت والشوارع والدنيا والدنيا. ما فرحه يا مصطفى الزمالك يا مصطفى. لازم بص يا مصطفى، كل نادي بيكسب لازم تدي له حقه. يعني انا هقول لك، انا في الاعلام، انا في الاعلام من 2008 ماشي، انا 90% من اصحابي زملكاويه. اسمعني بس، اسمعني، اديني فرصه اتكلم يا استاذ مصطفى، اديني فرصه اتكلم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا كابتن. كل نادي بيكسب لازم تدي له حقه. يعني مثلا الاهلي، انا في الاعلام من 2008، من ساعه ما دخلت الاعلام والاهلي بطل الدوري من 2008 لغايه 2014. لا من 2005 بقى لو بنتكلم بتاع، يعني انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، انا اللي انا دخلت الاعلام من 2008. ف
فكل سنه كان النادي الاهلي بيكسب فبنحتفل بالنادي الاهلي ونجيب النادي الاهلي لا 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 مش بنفس الطريقه بتاعت السنه لا 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 ده احساسك انت بقى ده احساسك انت عشان انت زعلان لا ده احساسك انت لا لا بس خلي بالك اسمعني يا مصطفى يا مصطفى اديني فرصه خليك تتكلم براحتك خالص الزمالك بقاله فتره ما كسبش الدوري من اخر مره من كام من 2003 لو تفتكر طبعا طيب احنا السنه دي السنه دي كان عبد الرحيم الاهلي كان مديله الدوري برضه اربعتين الاهلي بيدان الدوري آه انت الاهلي انت اهلاوي اهلاوي الزمالك 6-1 واخد الشامبيون افريقيا 2001 حلو واخد سوبر افريقيا عمل انجازات حلو اديني فرصه اكمل فكرتي اديني فرصه اكمل كل الكلام انت بتقوله ده احنا عارفينه بص انت كل شويه تقول لي اتفضل كل شويه تقول لي اتفضل وما تدينيش فرصه اتكلم الزمالك بقاله 12 سنه ما خدش الدوري فلازم هتكون الفرحه بالنسبه للزمالك مبالغه وان هو يكسب الدوري والكاس بعد فتره 12 سنه وخلي بالك يعني فتره كبيره فما تحجرش على جماهير الزمالك او على حتى فرحه الزمالكاويه او ده طبيعي يعني خلي انت تيجي على الاهلي بس انا ما اتكلمش بالعكس يفرحوا والدنيا طيب عايز اقول لك حاجه وانا بحترم على فكره اقول لحضرتك حاجه انا سبب رئيسي 90% بس ما حدش يزعل مني 90% 95% من فوز الزمالك مع احترامي لكل الناس مصطفى مرتضى منصور كلامك صح اي حد يقول غير كده هيقول لي لعيبه هتقول لي الراجل مسيطر على الاعلام الراجل مسيطر بص يا مصطفى اتعود بشخصيته القويه بص يا مصطفى دايما دايما الفريق اللي بيكسب دايما الفريق اللي بيكسب بيبقى اعلاميا فيه اهتمام بيه اكتر من الفريق اللي بيخسر زي ما حصل مع نادي الاهلي الفتره اللي فاتت لا بس اقول لحضرتك حاجه احنا كنا بنخسر وكان بيبقى فيه اهتمام اعلامي يا جماعه الاهلام يا مصطفى هو انا ماشي اوكي دي حاجه تانية انا بكلمك كاعلام بقى انا شغلتي اللي انا بشتغلها انا هو راجل زملكاوي بقول على الهوا انا زملكاوي بس ما بدخلش الزمالك وانا بحترمك وانا في حاجه ابدا بها شلني فيها برضو بصراحه بس انا اول مره اخش التليفون وانا اسف يعني انا طول لا ولا اول مره اخش التليفون بس انا في حاجات بقى برضو هتجنن من حضرتك بس يعني انا اتدخلت بس عشان يعني انت بس شكلك ما انت شكلك بس كده ايه ما بتستحملش اي حاجه تتقال على الاهلي وفي شخصيات كده او في يعني في جماهير كده ودي واحنا بنحترمها فيك لكن لازم تتقبل ان لما يكون الزمالك هو بطل او احسن لازم الكلام هيبقى على الزمالك اكتر وهيبقى الاحتفال على الزمالك في الوقت ده عشان الزمالك هو البطل زي ما حصل قبل كده في الاهلي طبعا انا مش الاهلي تاني ولا الاهلي غير اربعه في مصر واقول لك اطلع احتفل بالاهلي بس ما تنساش الاهلي مش يعني ما تنساش الاهلي عمره ما حد بينساه يا مصطفى يعني بس يعني اهدى بس عايزك تهدي اعصابك دلوقتي بس في واقعه اداريه ان الناس مش عارفه توصل للصوره صح الناس مش عارفه ترجع الهيبه دي مشكله محدش بص راجعه لانه ولاد الاهلي كتار وكبار يعني بص في زملكاويه في زملكاويه زيك كده يعني مثلا ايه لما كنا الاهلي بيكسب بص اصحابي زي كده اسمعني بس لما الاهلي كان بيكسب ومثلا انا زملكاوي وبطلع على الهواء انا ماليش دعوه انا بتكلم اعلام بقى وبكلم اخبار او كذا لما كنت بطلع احتفل بالاهلي او بتكلم الزملكاويه يزعلوا مني طب انت ازاي مش عارف كذا ده انا اقول لهم الاهلي البطل الاهلي الافضل في الفتره دي فلازم هنهتم بالاهلي وندي له حقه هي دي الكوره وده الاعلام فانت لازم تتقبل كده وتتقبل كده فما تحسش بس ان ايه عشان الزمالك السنه دي اللي خد البطولات لازم الناس تهتم بالزمالك ان الزمالك السنه دي الاحسن والافضل واللي خد الدوري بس كريم اسالك سؤال واحد بعد اذن حضرتك انا عارف ان انا طولت لا براحتك بكتريكو جدا بس انا مبسوط من المداخله دي اتفضل طيب بامانه ربنا يا كابتن كريم انا كده شادلك بالموضوعيه بصراحه حضرتك مش حاسس ان الدفه الاعلاميه اتغيرت شويه بوجود المستشار مرتضى منصور معمول له حساب انا معاك معاك وانا بصراحه انا الراجل ده كنت يعني بص الزمالك بحبه قوي انا الراجل ده بالنسبه لي حاجه يعني لا راجل طيب. قوي جدا وشخصيه تمام ارد عليك ارد عليك انا شابولي اتفضل ارد عليك قوه الاداره زي ما كان كابتن حسن حمدي قوي وكابتن خطيب وكده قوة الإدارة بتخلي الإعلام يقلق مش يقلق لا بتبقى لا يقلق للأسف مش يقلق ليه يقلق لا ليه يقلق احنا بنجيب للمستشار مرتضى منصور وبننتقد وبنتكلم لا انا بتكلم عن نفسي ماليش دعوة بالآخرين لكن قوة الإدارة بيبقى ليها دور كبير جدا في نجاح النادي يعني الزمالك السنة دي نجح مش كرة بس الزمالك نجح إداريا ونجح إعلاميا خلي بالك وهي شخصيات بتختلف بقى مستشار مرتضى منصور قدر ينجح في كده وده سبب من اسباب نجاحه زي ما انت بتقول انا بشكرك عايز تقول حاجه ثانيه يا مصطفى اقول له انا حاجه كابتن علاء عايز يقول لك حاجه مصطفى اتفضل اديني فرصه يا مصطفى بقى اتفضل يا كابتن عايز اقول لك بس ما فيش قلق خالص
والبطولات رجعت تاني النادي الاهلي وانا سعيد بالروح لكل حاجه، لكن الكلام اللي بيقوله كريم طبعا كلام مقنع جدا، وفي فعلا ناس كتير قوي زيك، لكن اللي عايز اقوله ان انت زي ما بقول لك واخد على البطولات واخد على الفرحه، ما تقلقش كل حاجه راجعه تاني ان شاء الله. طب يا مصطفى قبل ما يقفل بقى، شفت يا قبل ما يقفل يا كابتن الاهلي هو بيتغلب والله، عشان الاهلي هو بيتغلب ايام كابتن اسماعيل يوسف وايمانويل وبتاع، عشان الاهلي هو بيتغلب بس كان عندي ثقه برضه في الاهلي وان الدنيا هتروح وتيجي، لكن انا حسيت. طب قول لي يا مصطفى، قول لي بقى قبل ما تقفل توقعاتك، انت ما قلتش توقعاتك يعني، شوف المداخله دي كلها ان شاء الله ان شاء الله ما سمعناش توقعاتك. الماتش ده ولا هيروح لا هيروح تعادل لا اما في اول الماتش لو السيناريو مشي ان شاء الله ان شاء الله كويس والاهلي نازل واقف ورجاله ان شاء الله الاهلي. بس انا حاسس فيك كده، حاسس فيك كده بنبره عصبيه وخوف، انت قلقان قلقان من الماتش. استفزه شويه. ايام زمان انا كنت بقلق ومتوش قوي الزمالك، فقعدت 10 سنين مستريح صراحه. الماتش اللي فات ده لا ابتدت الدنيا، لا الزمالك ابتدى فعلا صعب وفرقه كويسه وبتاع، تمام نظرا للغلطتين من عندنا، حتى الماتش اللي فات غلطتين من الدفاع عندنا يعني. خلي بالك عايز اقول لك حاجه، انت قفل التليفون اتقطع. انا عايز اقول لمصطفى حاجه لو سمعني، اطول مشاهد او اطول مداخله كمشاهد. لا بس هو بشكرك يا مصطفى، هو لذيذ في الحوار ده، بيحب الاهلي قوي وزعلان النادي الاهلي ما خدش البطوله، حتى لا طريقه كلامه لذيذ، لكن زي ما بقول يعني ما فيش قلق يعني الانديه كبيره. لا هو بس حسيت شويه حتى يعني ايه، لا كابتن محمد صاحبي اتكلم على محمد حمدي زكي اللي هو ازاي يروح منتخب يعني. لا دي حقيقه. ما دي كنت بس عايز اساله مين الاحتياطي اللي كان في الزمالك راح المنتخب، بس هو اعتقد هو بيتكلم على حماده. حماده كان بيلعب، مش عارف ما ادكش فرصه تساله اساسا. لا هو يسال نفسه يعني. حماده كان بيلعب. لكن هقول لك على حاجه قبل كده،